محمد زكي من عمليه الورقه. ازيك يا عم محمد؟ عامل ايه؟ عبكالي وعمك عامر. عم عامر بكمان عمليه الحام هم اللي بقى الحام وراء العرب. ايه عامل ايه؟ عارفني بجد؟ انا اسمي ايه؟ حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا نزلنا سوق إمبابة التلات. تحياتي لكم يا رجالة، وإن شاء الله فيديو خفيف على قلوبكم كده إن شاء الله بإذن الله. ما تنسوناش تدعمونا باللايك يا رجالة، وشكرا على الفيديو اللي فات ودعمكم لينا. دي أول السوق حبيب. صباح الفل يا أبو، عامل إيه؟ اللحم بكام؟ 350. الأسعار هنا في إمبابة هادية شوية عن السيدة عائشة. والعبايسة دول عاملين 170. يجي على نهارك رزق. وادي الذكر اهو، وادي الشاب حامتين ما شاء الله. هنخش برضو في لحم هنا. المراسلات تبعك يا صاحبي؟ المراسلات عاملة كام؟ 700. وليه كاني تلعب سيد يا خالد؟ 700 جنيه المراسلات دي. وادي قص العيال من 350 جنيه بس. ان شاء الله حامتين كويسين. مسود وادي قص حلوس. عماد في ايه؟ الحلوس بكام؟ عامل ايه مستخبي ليه؟ بكام دو؟ 200 جنيه؟ ما شاء الله. طب قول لي بقى الاسعار دول ايه؟ الهزازات بكام؟ هم قص 170. ماشي. دي انت يا؟ ودي انت يا شخشي. بكام؟ 80 جنيه ماشي. والعبسية دي؟ انت يا؟ العبس شاب صغير. مرين الاحمر بكام؟ والله ده مرين الاحمر بكام؟ والعنبره بكام؟ العنبره عاملين 200 جنيه العنبره. ما شاء الله. ماشي ماشي ماشي، عايزك تمشي ظبط الدنيا. 200 جنيه العنبره؟ 200 جنيه العنبره. استنوا، احنا لفينا السوق وشفنا حمامتين غزار كويسين، هنجيبهم لكم دلوقتي ان شاء الله بفضل الله. ادي شويه بقى ايه زي ما انتم شايف كده. عامل ايه؟ وحشنا يا عم. ايه اخبارك؟ صباح الجمال. الازازات دول بكام؟ الازازات دول ب 200. البنت عامله 120. يعني الاثنين ب 200؟ البنت عامله 120. والبق والذكر هما ب 200. النتايتين الواحده ب 120 جنيه. ماشي. طب هو اسعار بقى الحته بكام؟ اي حته ب 80 جنيه. لا هم هيجوا بالليل بس عشان لو اتاخروا الصبح ما يجوش الناس بتوع 6 الصبح. اي حته ب 80 جنيه يا رجاله. وادي شويه حلوين هم. تعالوا قول لي الاسعار. الكركنديات دي عامله كام؟ 200. الكركنديات 200. تعالى يا عم، وحشني يا عم. ما تسالش عليا لما اغيب كده. طب انا معيش رقمك والله يا حاج. انت ما اديتنيش رقم العنبري بكام يا عماد؟ ما اديتكش رقمي. لا لا، عماد العنبري بكام؟ انا عنبري. صباح الفل. عنبري كشك؟ بص يا حبيبي، عنبري كشك لا، الجزء البناني ده عاملين 250 ب 200 جنيه ليك وانت. العشايقه دول بكام؟ الاستراليات دي طايرين فين؟ آه في كوبرا كينا بسوس بس من جوه شويه. طايرين على ظهر؟ قول معايا برج 7 ادوار
وعامل اوضه عليها كده اوضه لا بيحطوا على ظهر عامل اربع جناب ومسايبه جاي يعني بيحطوا على ظهر اه طبعا خمتين جامدين بقول لك الانجليزي اللي الكركنديات الرايقه دي بكام طب الكركندات الرايقه دي عامله كام القص دول بلاش 200 ب 180 الله ينور عليه اقف مع الراجل بتاعنا اقف مع الراجل بتاعنا العالم عامل ايه وحشنا عامل ايه يا رب السنه دي تكون والدنيا بعد على خير السنه الجايه بتكلم كل لا والله قلبي. انت قلبي والله العظيم بص بحبك في الله حبيبي ابو كريم ايه اخبارك ممكن فايده طب طلع طيب القص هات الدكر كده ووريني وش الدكر بص هو عيبه اللي شقافه والله دكر بص وش الفرده حام بص وش الفرده حام لو عنبر اسمر ده عامل ايه هي النتايج والله ما معايا فك هات صاحبي بص كده النتايج خد اهو عايزين نشوف الدنيا هنا عشان ما نبرش ودي النتايج قص حلوين الدكر اللي عاجبنا عاملين كام؟ 400 دولار خد يا قص كام ابو كريم؟ 400 قص قول لي عشان مش عاملين اهم خد يا قص اخويا ابو ادهم الدكتور ما فات طلعت باي اه جينا نسيبها ركني قربك يا طلعنا المره دي باشا الذكر ده خلينا نسمع ليش بندق ايوه ابو كريم ماشي شوف 200 ثانيه عشان هيجي يقول لك دي قديمه هات اخدها لك بس اه هات غيرها اخدها لك من بره بس معيش الكاميرا وادي النتايه يا رجاله بكام يا ابو كريم؟ ب 500 جنيه القص ده وادي انت يا كشكاية يعني واحدة ونصف كام دي؟ 150 هات بقى الدكر ده كده الخاتم هات بقى الدكر ده كده انا بعت من شوية كده يا باشا واحد خد الصفر ماشي كام ده ابو كريم؟ 200 جنيه ب 200 جنيه قول يا عمده رقم تليفون صباح الفل يا حاج 0122 30 40 3 42 هات رقم تليفون بصوا بقى يا رجاله رقم ابو كريم 011 45 34 76 37 ابو كريم العلم حبيبي ابو كريم ادي حمامتين بتوعه تعالى بقى اخواتي كده نخش جوه ونجيب لكم كام واحده وفي كام زغلول صباح الفل عليكم الاول السلام عليكم ودي في كام واحده هنا هم الله ما شاء الله في كام زغلول زغلول هيلس زغلول استرليتهم ودي انت يا زراطيفة بس الحلوس بكام؟ الحلوس عامله كام؟ 300 والاثنين دول الزرق الزرق بكام يا صاحبي؟ 200 200 جنيه ادي كام واحدة فاص سكشكم كم الكشايكة دي يا حاج؟ السود ب 400 والبنايدة ب 300 صح؟ ربنا يوسع عليكم يا رب في كم واحدة هنا هم؟ زراعتي فضل كويسين بكام دول؟ 300 ما شاء الله هذا الذكر قبل اخضر بس بروتات الاخضر ب 200 والسكروته ب 200 والاصفر ب 100 الله يبارك لك انا ما كنتش عايز اتعبك بس الاخضر ده ب 200 السكروته 200 والصفره دي طالعه نتايه بتاعتك واد بكام؟ ب 100 جنيه
كان واحنا حلوين ما شاء الله. الرسام تايه يا استاذ دي صفرة ورقه متايه بكام دول يا عم؟ كم واحد هنا يا حبيبي عامل ايه؟ بتاع حلسه دي شير بندقه بتاع عنبريه ودي كم صغير صغير. ايه يا حبيبي عامل ايه وحشنا؟ ايه اخبارك؟ طب ايه الاسعار؟ مسعود بكام؟ انا اللي تبعك ماشي. انا شايفني بتاع عنبريه ايه؟ عنبريه اه. واتنين مسعود الحمد لله يا عم ربنا يصلح الحال. بكام النتال عنبريه دي؟ عامله 250 والمسعود قص؟ قص عاملين 250 250 جنيه ما السويد على قدها. يا حاج بيومي عامل ايه؟ انت لسه جاي ولا كنت بره ولا ايه؟ يا عم انا لسه هو لسه بصلي الفجر واطلع فوق شويه لسه جاي. طب يلا افرش يلا. ودي كم واحدة حلوين. ودي الزهليل ايه؟ تعال نخش بس عند عم بيومي الاول بيفرش كده. طب يلا طلع الحام كده معانا. في كركم الكركة هيبقى قص ان شاء الله ولا ايه؟ هو في قصين؟ افتكر اهو والنتايه المرابحه حمرا دي. طب تعالى تعالى يا عم بيوم الله ينور عليك تعالى قصين كركم قصين كركم. وادي يشرب بندق كشك. وادي اسكندراني طلع طلع ولسه اخر حمامية دي. واتنين اسكندرانيات ايوه حجمك. قول يا عم بيوم بقصت كوكيات تمام مريت 500 جنيه اللي ونص. النوتي اللي برابات حمراء اه باتنين ونص اه الواحد باتنين ونص انا سالب الاتنين ب 350 القص الكرك بكام؟ 350 ب 350 جنيه اه ادي قصين. في بقى الاسكندرانيات في قص اسكندرانيات قص اسكندرانيات ب 300 جنيه الزغلول طلع ايه؟ يا عم نزلك الربيعيه الزغلول طلع قال الاسكندرانيات بكام؟ ده كان هنا هم يديروا 200 جنيه ان تالي شربندوه دي ب 200 جنيه ماشي. وادي الكركات اهي انت معاك انت قول رقم تليفون 015 0 كام 15 015 015 054 0 5 6 931 اللي محتاج حاجه يتصل بعم بيومي العقاد شبرا مصر شبرا مصر. القص دول بكام؟ القص دول القص دول ب 400 جنيه 400 ان شاء الله. اهلا خش قدام كده يا رجاله نجيب لكم شويه زواجل كده يا عمو. السلام عليكم. الزواجل دي عامله كام؟ حبيب قلبي عامل ايه؟ كم؟ خش بشرف. في كم واحده هنا ما شاء الله. بقى ده في اسكندرانيات كام الكول دول يا صاحبي؟ عاملين كام؟ 150 جنيه كول. ودي كم واحدة الله أكبر. خمس زغلول دول
عندي عايز مكرونه سخنه. ليش البندو ده عامل كده؟ يا مكرونه البندا. ليش البندو عامل كده؟ 600 البندو كويس. ربنا يبارك يا معلم. يا شباب تعالوا نخش قدام كده ونرجع لكم تاني رجاله. هنجيب لكم بقى في قص عربيجاتهم، قص انجليزي، ذكر اسكرالي. العربيجات بكام يا صاحبي؟ سوارة بكام يا اخوي؟ 2.5. والانجليزي والعداد دول كام؟ دول العداد دول 2.5 ان شاء الله. ابو مجدي على اليوتيوب والتيك توك. اسمه ايه؟ ابو مجدي. ابو مجدي ولا ابو مجدي؟ ايوه انت شكون دول عامله كام بس؟ فين عينيا دي؟ دول قص يعني. بكام يا اخويا؟ 800 جنيه. البطاطا بكام؟ البطاطا 300 جنيه. الو الذكر مع قول رقم تليفون. رقم تليفون 011-0-399-6-128. اللي اتصل بيك تعمل معاه واجب. ها هنخش هنا كده يا رجاله. سكرتايه ايه ما شاء الله. روحنا عامله كام يا صاحبي؟ روحنا عاملين ذكر ونتايه ايه؟ 2.5. والزر عامل 150. السكروتة ده انتاي ها؟ ذكر ولا انتاي؟ ذكر 300 جنيه. والقطاطي ده، القطاطي ده كويس بس كبير شوية، سنه كبير شوية. هخش قدامك. استنوا رايحين فين؟ السلام عليكم. استنوا خليكم معانا هنمتعكم. ادي قص مساويد بعياله. بكام المساويد دول يا اخويا؟ دي كم واحدة ما شاء الله ما شاء الله. تعالوا بقى استنونا كده رجالة. خش هنا نجيب لكم برضه ايه حانتين. بصوا الجمال، بص الحلاوة. اخويا الصغير اهو، اخويا الصغير اهو. سلام الله يا روح. تعال بقى نخش على مندو. السلام عليكم ماندو. يا ماندو ملك الصالح. عامل ايه يا عم الشيخ مك؟ اخبارك ايه؟ علم بولاه. اخبارك ايه الشيخ مك؟ عامل ايه؟ ايوه كده علم بولاه ابو العيال معروف. انا عارف حبيب. طلع لنا الزغاليل دي بقى ماندو. في ايه؟ عايز ايه؟ انا عارف يا ابن الكذب. ان شاء الله. الاسعار يا ماندو. عايز اغلوه ب 150 جنيه عشان المتابعين. انا بعمل عرض النهارده عشانك. بكام؟ ب 150 جنيه عشان خاطر. اي حد يتصل بيا يقول لي ابو مجدي عايز ب 150 جنيه عشان يا راجل. لا لا يابا، ب 150 عشان خاطر ابو مجدي. اي حد يقول لي ابو مجدي اقول له ب 150 جنيه يا ماندو. ب 150 جنيه ابو مجدي. والرقم تليفون 011-46-1994. والله العظيم انا مش عارف اقول لك ايه. عايز اغلوه ب 150 جنيه عشان خاطر انا مش عارف اقول لك ايه. حبيبي يا ماندو ليه شحك؟ انت حضرتك بتفرخ شيخ مكي. ها شيخ مكي صح كده؟ وبين الشغل. معلومه بقى للفرخ الناس. معلومه ايه؟ الفرخ. الفرخ؟ اه يعني معلومه في يعني في فرخ الزغلول. تطلع الزغلول ازاي؟ تخدم الزغاليل ازاي؟ واللوسوس. طب تحديد بتوع الصافي ولا اي حمامه تزق؟ السحن. السحن بتفضل السحن يعني. طب في ناس بتكلمني هزاز، كل الهزاز حسب ما عاوز. انا حاسس بيه بيحب يجيبوا الحمام اللي هو بعضله
بس الافضل السحر. طب نربيهم عيال صغيره ولا نجيبوا موسوس؟ اجدد منهم فيهم يعني. الله ينور عليك. ماشي يا شيخ حبيبي. اي حد يتصل يقول لي تبع ابو مجدي حبيبي يا مان. يا عم حبيبي لا يا مان. ابو مجدي ومتابعين ابو مجدي حبيبي يا مان. حبيبي زغلول مش اوان زغلول مش الله اكبر عليك. مش اوان طه الله اكبر عليك. هو ابو مجدي زغلول موضه ما شاء الله. بس ده مظهر غليل موضه ابو مجدي قدام ابو مجد ومتابعين. لا يابا الله يرضيك ربنا يوسع عليك يا مندو. احنا اخوات خلي بالك. وانا بحب اخدم الراجل الجدع بس. حبيبي يا مندو. وريني لحظه بص يلا مش بتركيز. حبيبي حبيبي عملك بتسيمه جامده عمك عامل طول عليك عمل عمليك طول عليك طول عليك. الله عليك يا ابو ادهم. اسكم احلى رشام زغلولين بتراكير بمين جنيه فرد حمام فاضي يا صاحبي عادي فاضي. يلا ربنا يبارك قعدت عادي ربنا ما شاء الله مش كده. عم محمود ما بينزلش الله اه يا بقى عشان الله يلا الله يا ربنا معاك سلمنا عليه والنبي سلام عليكم استاذ الشغل الشغل يا حبيبي ده حبيبي ده حبيبي كم واحدة هنا يا رجالة نجيب لكم كم زغلول هنا؟ اه ما حد قاعد فاجئنا. في كم واحدة هنا حلوين برضه كم شاب. ودي كام حتة وهم رجالة وبكده نكون خلصنا تقرير السوق. وادي السوق كله اهوت. ما تنسوناش باللايك يا رجالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.